نتحول الآن، انضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق. سيادة المستشار أهلا بك. يعني الحديث عن انحياز النظام إلى المؤسستين الأمنية والقضائية رغم كون الزيادات في المخصصات الموازنة هو أمر مطلوب كما يتحدث الكثير من القضاة من جانب أي قطاع في الدولة ليواكب تقليص الدعم ورفع الضرائب، كيف ترى ذلك؟ يعني من المطلوب أن تكون هناك زيادة لكل الوزارات، لماذا هذا الاستثناء الواضح؟ يعني أنا لا أعرف مبررات الاستثناء، قد يكون يعكس قلق من السلطة القضائية ورغبة في استرضاعها. بس أنا عاوز أقول لحضرتك إن زيادة مرتبات القضاء في حد ذاتها أو زيادة مرتبات أي قطاع من قطاع العاملين في الدولة هذا أمر مطلوب للكفة. الخطر على استقلال القضاء مش إن الدولة تديهم كلهم على سواء. أولا أنا أحب أحيي زميلي العزيز المستشار محمد عوض. يا مرحبا بك يا سعادة المستشار، وسعيد بمداخلتك. لكن عايز أقول لحضرتك إذا القضاء على فأنت لن تؤثر بهذا على استقلال القضاء بل تدعمه. إنما الخطر كل الخطر على السلطة القضائية تمييز بين القضاة أنفسهم. وأنا عايز أقول لحضرتك إن القضاء يعني طبعا لا يمكن تحقيق استقلال القضاء إلا في ظل نظام ديمقراطي. القضاء من قطاعات الشعب يدفعون بمشاعر والحكومه ليست لديها حق لعموم القضاء تاريخي. نعم. ثبت 800 لمحكمه مجلس القضاء مع الاعضاء الرعيين ان ما يشكوا كلهم ووعد في مواجهه صريحه مع الموقف اللي اختاروا هذا وخرج وكانت صح مع محكمه متابعين انت عماره. هكذا انا عايز اقول لحضرتك ان كل ده لا يؤثر على استقلال القضاء، اللي بيؤثر على استقلال القضاء قدره الحكومه على انها تختار قضاه بعينهم بالفصل في قضايا بعينها. وبيؤثر على استقلال القضاء انها بتدي بعض الناس اراضي في الحزام الاخضر او تطلعهم في انتدابات او نعم. او الى اخره. ما يصحش ان احنا ننفر من ان القضاة تزيد مرتبتها مهما كان في ذلك من تمييز عن سائر مواطني الشعب ما دام ان القضاء متساوون. لان القضاء اما بيبقى عندهم احساس هم عندهم احساس عالي بالعدل ودليل ذلك اللي حدث في 2005 والمستشار محمد عوض كان له دور بارز في 2005. القضاء هم الذين تصدوا لتزوير الانتخابات. سيادة المستشار الانتخابات نعم سيادة المستشار، ولكن أيوة. البعض يربط بين هذا التمييز وهذا الاستثناء وبين تغول السلطة التنفيذية في السلطة القضائية والتحكم فيها. ما في شك ان السلطة التنفيذية متغولة في السلطة القضائية وبتدير شؤونها كإدارتها لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وده ماثل استقلال القضاء، وده اللي لازم نحاربه. مش ان القضاة تزيد مخصصاتهم اذا كانت الزيادة على سواء يعني فيما بينهم ما فيش مانع. في الواقع سيادة المستشار نحن لا نناقش الزيادة وقيمة الزيادة على قدر ما يتم مناقشة تأثير الزيادة اذا كانت منحازة دون يعني دون اخرين. هذه هي الفكرة فقط. هي برضو ما فيش مانع ان انا ازيد قطاعات معينه من الشعب، يعني اعوز ادي اساتذه الجامعه مرتبات تزيد عن العاملين في التموين عشان احافظ على نقاء مؤسسات الجامعه، او ازيد المرتبات حتى يحافظوا مرتبات قضاه ومخصصاتهم حتى يحافظوا على كرامه وظائفهم. ودليل ذلك انت شوف حضرتك مثلا الحادث، احنا كان عندنا قاضي اسمه هشام جنينه. كيف سياده المستشار هل تسمعني؟ يبدو اننا فقدنا الاتصال بالمستشار احمد مكي، اتمنى لو نعاود الاتصال به حتى يستكمل هذه الفكره. ونشكره بالطبع على
كل حال. أعود مرة أخرى إلى المستشار أحمد مكي الذي عاد إلينا. سيادة المستشار، في المقابل أنت كنت تتحدث عن المستشار هشام جنينة بالمناسبة، كيف رأيت الحكم الصادر بحق المستشار هشام جنينة؟ يعني أنا أفزعني الحقيقة، أنا لا أعرف حقيقة تتوما وجهة إفشاء أسرار عسكرية وما شابه ذلك. إفشاء أسرار عسكرية، ما هي الأسرار العسكرية؟ أنا أشوف النص الدستور بيقول إيه، لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية. هل اعتدى على منشآت عسكرية أو معسكرات القوات المسلحة؟ هل اعتدى على المعسكر أو ما في حكمه أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية؟ أسرارها العسكرية لازم تبتدع عسكرية وغزية ذاعه أو أمكان العامة والمصادر الحربية. بالمناسب هم استندوا يبدو إلى هذه الجزئية، قالوا أن المستشار هشام جنينة أفشى أسرارا عسكرية. السيد العسكري إذا كان الجيش مثلا، يعني هو تحدث عن أن هناك وثائق أو هناك تسجيلات تخص هذا السيد العسكري. يعني أنا يعني إذا مارس الجيش الحكم، أو أن إذا قلت أنا أنزه الجيش المصري عاد إنه مثل المنازع السمكيه. نعم. انا اكون اهنت القوات المسلحه وزعت اسرارها. يعني الجيش ده، ما هو الدستور بيقول ان القوات المسلحه ملك الشعب ومهمتها حمايه البلاد. لو نتكلم في اسرار العسكريه وغضون الاسرار العسكريه. صحيح. اذا مارس الجيش عملا مدنيا، وانا قلت اولى المؤسسه المدنيه هي التي تتولى هذا العمل، انا كده اهنت الجيش او اسعت اسراره العسكريه او اسات اليه. وانا كنت اتمنى انه يكون حجم هشام جنينة امام القاضي مدني. نعم. امام القضاء العسكري هو محكوم بالنقص الدستوري اللي انا عارف النقص 204 من الدستور الحالي. نعم. يعني انا اشعر كمان بالفرح، لانه انا كده لو جيت اقول انا اتمنى ان جيشنا يتبرع من القتال وان يكون له شان. نعم سياده المستشار. المطلوب ان يكون لنا فيها راي، ما بقاش اخاف اروح المحكمه العسكريه واحكم بلا لا ما فيش لا انت وكل مسلحه. نعم وصلت وصلت الفكرة سيادة المستشار، وأعتذر عن المقاطعة لرداءة الصوت، يبدو ذلك من المصدر. سيادة المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، شكرا جزيلا لك.